الخطاب الملكي في افتتاح هذه السنة التشريعية ركز فيها جلالة الملك على أنه بعد تنصيب الحكومة في صيغتها الجديدة وخصوصا بالنظر إلى التجميع ديال الحكومة واللي كيهدف للفعالية والنجاعة، فأول نقطة هي ضرورة رفع درجة الفعالية على المستوى العمل التنفيذي ولكن أيضا على المستوى العمل التشريعي، وبالتالي تفعيل العمل التشريعي في المرحلة المقبلة وتكون خطوات أسرع، لأن الأوراش التي فتحت والتي ستفتح والإصلاحات التي كتنتظرها بلادنا كتحتاج إلى السرعة، تحتاج إلى النجاعة وكتحتاج إلى الإنجاز، كل نوع مسائل عملية بالنسبة للمواطن والمواطنين. النقطة الثانية هو أهمية القطاع البنكي والدور اللي يلعبوه واللي خصو يلعبوه أكثر في المستقبل في تمويل الاستثمار وفي تمويل وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومن هنا أوصى جلالة الملك باش يكون هناك واحد حوار بين الحكومة وبنك المغرب والمؤسسات البنكية للنظر كيف يمكن يعني تقليص هذا العجز الموجود في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب المقبلين على إنشاء المقاولات والشباب المقاولين الذاتيين. فقطاع البنكي سيقوم بواحد الدور أكبر في المستقبل، وهذا الورش اللي غادي نكبوا عليه في الابتداء من الأسبوع، نحن في دراسة ديال هذا الموضوع وبطبيعة الحال في الأسبوع المقبل غادي نحسموا في جميع القطاعات اللي تلغات كيفاش غادي نتعاملوا مع الاختصاصات ديالها وفين واش من القطاعات الأخرى اللي غادي تاخذ هذيك الاختصاصات.